ليديز اند جينكرمان، النهارده جايب لكم فيديو عمل 45 مليون مشاهده في يوم واحد. هتقولي يا صبري اكيد الفيديو ده شاهد قبل الحذف في خد هيفا وهبي الملتهبه فستان رانيا يوسف. اقول لك لا يا ابني، الحدث اكبر مني ومنك، حكايه كبيره جدا. صدقني الفيديو ده مش فيديو لما اخذ في الكلمه سيكو سيكو بنانا ستايل، لا الفيديو ده هو اسمه يوتيوب ريوايند 2018، يعني اهم الاحداث اللي حدثت في اليوتيوب وفيهم اهم اليوتيوبرز اللي موجودين في العالم مساحه حاليا. انا المفروض اكون واحد منهم، ده المفروض. انا ما رضيتش اتفرج عليه عشان تبقى بالنسبه لي مفاجاه وانا بتفرج عليه. نتفرج عليه مع بعض سوا، اقول لك ايه ده انا اطلع انا كنت لقيت كده ايه فهمتني اتفاجئ. فالمهم قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تشترك لنا في فيديو كل يوم الساعه 8 بالليل، ومش اقول لك على لايك وديسلايك انت عارفها. اوكي يلا بينا يلا بينا. Is this what you wanted? You know who I would have asked for? Quit horsing around. Play me some of that jumping music. Okay. You said jumping music? Jumping music. Todo el mundo, fuera. Gallop, what do you want? Wait, hold on. ثانية، الفيديو لسه في لسه ولا ما طلعتش، وكمان جايبين ناس أنا عمري ما شفتهم في حياتي. مين الناس دي؟ بقول لك 15 فانتاز، ده طلعوا الكلب وما طلعونيش. هنكمل الفيديو عشان خاطركم، مع إني مش فاهم حاجة لغاية دلوقتي، وليه 45 مليون مشاهدة مش عارف، بس هنكمل لغاية الآخر. أوعى تقفل. بص بقى احنا مش هينفع اسكت على اللي حصل ده، لان اللي حصل ده هو عباره عن قله ادب والله، يعني قله ادب. اولا جايبين ناس انا عمري ما سمعت عنهم قبل كده، دول جابوا كلب اقسم بالله جابوا كلب كده، جابوا كلب وما جابونيش انا. انت ازاي تعمل حاجه زي كده؟ والله جابوا كلب اقسم بالله، اهو ارجع لكم اهو في حته اللقطه كان في هنا كلب فين بقى، وخلوه يحتفل بعيد ميلاد. اه والله لا اجيب اهو اهو يا جماعه، جابوا كلب وانا ما جابوليش، والكلب ده احسن مني انا في ايه؟ الكلب ده احسن مني انا في ايه؟ والله ده بص ممكن اهو زيه عادي جدا، وبص وهتحطني قدام التورته ومش هتحرك، هقعد اعمل كده بس تطلعني في الفيديو ده. ليه ما طلعتش؟ تعرف ليه؟ بسببك انت، والله انت اللي بتتفرج عليا بسببك. ليه؟ انت لما بتيجي تتفرج بتكسل تدوس لايك، ادي حاجه. لو ساعات بتتفرج وانت مش مشترك وبتقول انا بتابع صبري، بس انت اصلا مش مشترك، بتخاف انك تشترك لان عشان تقريبا بياخد منك فلوس، ماشي. تاني حاجه اوكي، تالت حاجه ما بتعملش شير، ما دي مشكله فيك انت، ما انت ما بتعملش شير، فانت انت بس بتتفرج، ما حدش من اصحابك بيتفرج، بتضحك انت وما تاني ما بيضحكوش، اعمل شير. صدقني ممكن السنه الجايه اطلع بدل الكلب ده. في كميه شواذ في الفيديو ده غير طبيعي. اهو اول شاذ اهو، واحد شاذ اهو، ولد حاطط روج وماسكره وحاطط اي لاينر وفتيكر وفسيخير، ادي اول شاذ. وفي شاذ تاني هجيبه لكم دلوقتي اهو 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 اهو، ولاد عم ابو لهب جايبينهم في الفيديو وما جابونيش انا. يعني انا راضي ذمتكم، اولا دولت مش بنات يا جماعه، دولت شواذ والله شواذ مش بهزر، دولت شواذ. وشوف شبه جريندايزر اللي على الشمال ده، والتاني شبه مش عارف، ما تحس ان هو مات قبل كده ثلاث مرات وفاتح بق، انا مش فاهم ده ايه ده؟ ايه البيبي ده؟ يعني هم جايبين الناس دي ومش جايبين انا؟ تعرف ليه؟ والله تعرف ليه؟ انا مش هقول لك ليه. شفت بقى؟ يعني في ناس عملت لهم قيمه وانتوا مش عاملين القيمه، انا حبيبكم ومفروض عيني صبريتوس وفاميلي ولافو، انا بضحي علشانكم وبلعب فري فاير وبلعب كريتيف ديستراكشن والعاب والله وحشه قوي عشان خاطركم، انتوا في الاخر مش عايزين توصلوا للعالميه ومش عايزين نوصل. انا بقول لكم اهو اسمعوني دلوقتي عشان ما تعصبش على اي حد فيكم، كلمه مش هتنيها، لما تدخل تتفرج بكل ادب بكل ادب تسيب لايك، انت يا بابا مش خسران حاجه، ما بتدفعش اللايك ده من غيابك، ادي حاجه
مش عايز تدوس ديسلايك دوس ديسلايك وهجيبك من انا عارفك عارفك يا اللي بتدوس ديسلايك هجيبك هجيبك بص وهطلع لك بقى من بالليل انت عارف بقى من تحت السرير بص وحط لك المنديل ما بين صوابع رجلك وهولع لك يلا في المنديل يلا هولع لك في المنديل عشان يولع ايوه ايوه وتروح شخ على نفسك بالليل وانت نايم اديني بص اديني حذرتك تاني حاجه اعمل شير اعمل احنا الطراق بالتلاته اعمل شير يعني انت بتعمل شير لمؤاخذه في الكلمه الافلام السيكو سيكو وتيجي عليا انا بتقول له بص بص المزه دي بص المزه دي بص ما تبصش اقلع لك هنا عشان تعمل لي شير يعني انت عايز تشوف خالي وبزازي هنا عشان تعمل شير اعمل شير يابا يابا اعمل شير يابا مش يا اسطى انت مش دافع حاجه يابا يابا انت والله العظيم ده انا مصري زي زيك انا عربي زي زيك يعني المفروض انا احنا ولاد وطن واحد ما تبقاش الطريقه دي ما تبقاش حقودي ارجوك ما تبقاش حقودي انا بصراحه الفيديو ده قفلني وفي احتمال اقعد 10 سنين ما انزلش فيديوهات غير لما نوصل باذن رب العالمين 1,000,000 مشترك اوفر صح هنزل فيديو بس وحتى ابوك دعمني انا بجد محتاج دعمك بجد ما ينفعش تبقى انت قاعد كده وسايبني بصراحه محتاجك ماشي علشان ما اولعش هشتم هشتم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فيديو جديد كل يوم الساعه 8 بالليل اسيبكم على خير بقى الكلب ده برضه يطلع وانا ما اطلعش